ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا راد له وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له كما قال عز وجل ومن يضلل الله فلن تجد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا يقولون هل إلى مرد من سبيل كما قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هيهات 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 بل بدا لهم هذه دار الأمنية هذه الدار الآن يتمناها الكفار يوم القيامة وليس لهم سبيل فلا أقل ينتهي الفرصة بهذه النار أنت الآن في دار المهلة دار يتمناها الكفار يوم القيامة لعليه السلام توبة وحسنة هيهات وأنت تفرط فيها الآن تضيع أيامك وليالك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقوله عز وجل وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى ينظرون من طرف خفي قال مجاهد يعني ذليل أي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك وقال الذين آمنوا أي يقولون يوم القيامة إن الخاسرين أي الخاسر الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم وخسروهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها وقوله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال ومن يضلل الله فما له من سبيل أي ليس له خلاص الله العافية وهي أن إياكم من أهل العافية نسأل الله العافية والسلامة نعم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مرد قال الحافظ الكثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من
ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع. وقوله عز وجل ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. هذا هو الواجب على المكلفين، أن يستجيبوا لله الذي خلقهم من العدم وأتلاهم النعم وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب وبين لهم المآل وأن لهم دارين، دار النعيم لمن أطاع واستقام ودار الهوان والعذاب لمن أعرض عن الهدى وتابع الهوى. الواجب أن يستجيبوا لله، ولهذا قال استجيبوا لربكم، يعني أطيعوه واستقيموا على أمره واحذروا معصيته. المستجيب هو الذي يطيع الأوامر وينتهي منها، هذا هو المستجيب.